اهلا بحضراتكم من جديد ومكملين حواراتنا ولقائنا مع ابطال الغطس في النادي الاهلي. زي ما قلت لحضراتكم احنا عندنا ثلاث مراحل سنيه سواء براعم او ناشئين او عمومي، وخدنا الكاس او الدرع العام للموسم الثاني على التوالي، ولكن بانجاز اكبر بعدد كؤوس اكبر. واكيد اي انجاز بيحصل مش بيكون بس فني، ولكن بيبقى فيه جزء اداري مهم جدا، ودايما احنا حريصين يكون معانا طبعا يعني ابطالنا من الجهاز الاداري في النادي الاهلي. في البدايه برحب بكابتن محمد كمال اداري فرق الغطس بالكامل جوه النادي الاهلي. اهلا بيك يا كابتن. اهلا بحضرتك، اهلا وسهلا، نورنا ومبروك، ربنا يخليك، على الجهد الله يبارك فيك، شكرا، ومبروك للنادي الاهلي وجماهيره. برحب باحمد امين طبعا نجم النادي الاهلي تحت 18 سنه وغطسنا في النادي الاهلي. بيك يا محمد، ازيك، منورنا، مبروك، الله يبارك فيك. طبعا بنرحب باحمد سامح تحت 15 سنه، اهلا بيك يا محمد. الله يبارك، والف مليون مبروك يا حبيبي، الله يبارك فيك. بنرحب بعمر معتز نجم النادي الاهلي تحت 18 سنه وضيف لتاني مره، اهلا بيك يا عمر. اهلا بحضرتك كابتن محمد اجري. حضرتك يمكن عدد كبير جدا في الغطس، اكيد احنا بنتكلم عن ثلاث مراحل، براعم وناشئين وعمومي، ده بالاضافه للاكاديميات. اكيد في يعني حلم كبير اداري، كلمني عن اللاعبين وازاي بتسجلهم وازاي بتوفر لهم او بتحل المشاكل الاداريه سواء تفرغات من المدارس، الامور دي كلها مهمه جدا، كلمني عن طبيعه عملك. في البدايه في مراحل اللي هي الاكاديميات بناخد منها اللعيبه اللي هي التجهيزي، طبعا بيبقى يتعمل لهم اختبار ستار، ولما بينجحوا بيبتدي يتصعد للمرحله اللي هي البراعم بقى، مبتدئ ناشئين عمومي، نسجله في الاتحاد. و طب كلمنا عن تسجيل الاتحاد، تيجي تطلب الورق من اولياء الامور ايه اللي بيحصل؟ لا التعاون موجود، اولياء الامور بصراحه والاداره كلها، يعني اي حد بنطلب منه الاوراق بتبقى جاهزه باستمرار، ودايما بنسجل على طول، يعني النادي الاهلي على طول من اوائل الناس اللي بتسجل في الاتحاد، واجراءاتها دايما ماشيه مظبوط وبسرعه عن اي زي الساعه. ويعني طب التسجيل بيبقى فترته قد ايه يا كابتن؟ يعني بتسجله مثلا يعني الكوره مثلا مثلا في فتره انتقالات في يناير في الصيف، يعني احنا عندنا التسجيل، الاتحاد بيفتح باب التسجيل او باب القيد امتى وبيقفله امتى؟ احنا بنبتدي نجهز، هو باب القيد من 1/7 بدايه الموسم، بس احنا مثلا من شهر 4 بتجهزه. بنبدأش معاه. طب بيتقفل باب القيد امتى؟ يعني مع بدايه الموسم، يعني هو بيدينا فتره نسجل شهرين فيها مثلا؟ ممكن ويقول على 9 10 بيبتدي يتقفل القيد. طب بعد ما القيد يتقفل ممكن اسجل بغرامه ولا لا؟ خلاص لا، في رسوم، هو الموضوع مختلف شويه عن كره القدم، يعني مش مقفول، يعني سجلت قفلت النهارده، لا ممكن تسجل اسجله بعد قفل باب القيد، بس بدفع رسوم بزياده شويه. طب ما دي حاجه كويسه. طب هل في يعني بيبقى الانتقال من نادي نادي سهل ولا لازم استغنى؟ يعني مثلا انت عايز مثلا لعيب يجي لك من نادي اخر او لعيب من عندنا عايز يروح نادي ثاني حقه، هل بيحتاج استغنى من النادي ولا لا مجرد ان هو بياخد بعضه وبيمشي خلاص؟ لا، هو النادي الاهلي بيطلب استغنى لو حسب لائحه النادي الثاني. النادي الثاني مش لائحه الاتحاد. اما لعيبه النادي الاهلي ما بتحبش تروح في انديه ثانيه. انا عارف طبعا كله عايز يجي لنا، بس انا بقول ليه اللعيبه اللي بتجي لنا، عشان اللي يعني مش كل اللي كل فاهمين، كل لعيبه الانديه الثانيه لازم اكون يعني يعني زي ما تقول الكلمه يعني باحساس. طيب يعني في العادي يعني ما فيش انتقالات، ولكن ما فيش عقود في الاتحاد، ولكن انت النادي الاهلي بيحترم لوائح الانديه الاخرى. لو في لائحه محتاجه استغنى بنروح للنادي نخبط من بابه ونقول له يا جماعه احنا عايزين اللاعب ده، بس احنا ما جبناش لعيبه كتير الفتره اللي فاتت. لا ما جبناش لعيبه كتير، هو معظم اللعيبه اللي موجوده من ابناء النادي الاهلي، ودايما في يعني تطور مستمر، وتساعد كل اللعيبه في اي اجراء اداري، لا اي لاعب محتاج اي حاجه بنحب نخلصها له بسرعه اسرع وقت. لاعب مثلا عايز يعمل اشعه على راح للدكتور، حس ان في الم في حته معينه، جلسات علاج طبيعي، جلسات علاج طبيعي، عايز جواب للجامعه او للمدرسه، نحاول نخلص له كل الاجراءات دي ونساعده. حمل معاك في الجهاز الاداري كم اداري يا كابتن؟ لا هو الجهاز الاداري معايا المدير بتاعي الكابتن عمرو ممدوح مدير جهاز الغطس، طبعا هو السبورت دايما طبعا، حاجه يعني راجل جميل جدا. لا هو الغطس اداري بس حافظين كل اللعيبه، الله اكبر عليك، كمبيوتر يا كابتن صح؟ الحمد لله. ربنا يديك الصحه. ربنا يخليك كابتن احمد. اجي لك بقى تحت 18 سنه عينك بايظه من الكلور يا باشا وبالنط. طيب قول لي لعبت ايه السنه دي يا ابو حميد؟ حققت ايه؟ يعني انت تحت 18 الله اكبر، فالمفروض تكون بتنط 10 خلاص. قول لي حققت ايه؟ طلعت التالت على 10 متر ما شاء الله، وتالت على المتر، وطلعت تاني في السينكرو مع عمر ما شاء الله، وطلعت لعبت عمومي في نيو جيزه. طب عملت ايه في العمومي؟ طلعت تاني على المتر
تاني عمومي ما شاء الله. وطلعت تاني مع عمر برضه على الثلاثة. ده انت واضح انت وعمر عاملين دويتو ما شاء الله كبير. وأول سينكرو مع معاذ سلامة على العشرة. ما شاء الله الله أكبر، يعني أنت يعني الله أكبر يعني ساهمت بنقاط كتيرة جدا مع في مع الـ مع الـ القطاع ككل في الكأس. طيب قول لي يعني يعني إيه أنت خلاص 18 سنة، أنت فاضل لك سنة أو اتنين وتطلع عمومي خلاص إن شاء الله. بتحلم بإيه؟ عايز إيه؟ قربت لحلمك ولا لسه؟ يعني نخش جوه شوية يعني أمنياتك. يعني أنا نفسي أطلع جامعة بره أمريكا مثلا أو حاجة. سنة كام أنت طيب؟ أنا داخل تانية ثانوي. طيب خلاص يعني الدنيا قربت. يعني بدأت تراسل جامعات ولا لسه؟ لا لسه. طب لعبت بطولات دولية؟ لعبت بطولة عالم ناشئين في أوكرانيا. إمتى؟ 2021 تاني حاجة. 2021، طب في بطولة عالم ليك قريبة أو حاجة؟ في السنة الجاية شهر 12. ممكن تأهل ليها إزاي؟ بطولة الجمهورية بقى. يعني أنت إن شاء الله أشوفك أنت وعمر هناك بإذن الله، ومن هناك بقى جالك سكولار شيب يا عم، ربنا يسهل لك يا سيدي. إن شاء الله ربنا يحقق لك اللي أنت عايزه إن شاء الله. طب قول لي أصعب بطولة لعبتها السنة دي؟ يعني السنة دي ما كانش غير بطولة الجمهورية. كانت صعبة. بالذات يعني العمومي يمكن صح؟ كان في منافسه لان كل اللي حقق بيطلع، كانت صعبه. فكونك تاخد ميداليه فيها كان الموضوع صعب جدا. طيب وبتتمرن كم ساعه في اليوم؟ يعني على حسب التمرين بيختلف الساعات، بس يعني ممكن مثلا اتمرن اوقات 3 ساعات اوقات ساعتين على حسب اللي الكابتن حطه لنا في التمرين نيجي نعمله وبنمشي. ما شاء الله ربنا يوفقك يا ابو حميد باذن الله. اجي لك برضو احمد، بس انت ما بتلعبش بقى 18، بتلعب 15، انت اصغر منهم شويه. قول لي يعني لعبت ايه السنه دي؟ عملت ايه؟ يعني لو تفتكر. انا لعبت بطوله الجمهوريه ما حققتش بس في المتر والثلاثه، ربنا ما كرمنيش فيهم، بس انا حققت على 10 متر جبت اول. وبعد كده لعبت عمومي، لعبت بطوله كويسه. طلعت عمومي لعبت وانت صغير 15 سنه. برافو عليك. ما خفتش؟ ما قلقتش يعني؟ اصل انت بتلعب مع ناس عندها 20 و18. ايوه بس انا ما كنتش قلقان، ما كانش عليا ضغط كبير عشان انا ما كنتش داخل برضو احقق حاجه. يعني انا لعبت بطوله كويسه، بس هو كان هما بيختاروا اتنين من كل نادي اللي بيطلعوهم. فانا يعني انا عملت بطوله كويسه بس ما طلعتش يعني في النتيجه. مطلوب منك تاخد ميداليه طبعا، انت 15 سنه ما شاء الله عليك تلعب في العمومي في السن ده، خبره كبيره جدا جدا. طيب ولعبت ايه تاني فاكر؟ لعبت كاس مصر بس ما عملتش فيها كويس، كان عندي اصابه. كان عندك ايه يا حبيبي؟ كان عندي اصابه في وتر اكيلس. يا خبر ابيض. طب بس هو يعني الاصابه دي صعبه جدا، الاكيلس ده هو كل شغلك انت. حتى قعدت مريح كتير فعشان كده ما عرفتش حاجه. طب انت كويس دلوقتي؟ الحمد لله. الحمد لله على سلامتك. طب قول لي ليه الغطس؟ ليه اخترت الغطس؟ انا شايف انها لعبه مختلفه غير اي لعبه، لعبه مميزه. ايه بقى المميزه فيها؟ ان هم اجسامهم كويسه وستايلهم كويس. صحيح. يعني هو غير كره القدم لعبه تقليديه، لا هي الغطس لعبه. بس انت جسمك يلعب العاب كتيره، خلي بالك يعني ما شاء الله يعني ممكن تلعب كوره، جسمك يلعبك يد كمان. بس انت اخترت الغطس. طب كان ليك اخوات اكبر منك بيلعبوا غطس؟ لا ليه اخ صغير. هو بقى بيلعب عشانك، انما انت ما كانش في حد اكبر منك بيلعب غطس. كنت بتلعب سباحه ولا جمباز قبل كده او حاجه؟ لا كنت بلعب سباحه، اصلا لازم اي حد قبل ما يلعب غطس يلعب سباحه عشان يتعلم العوم. انت بتتكلم كويس قوي على فكره. شكرا. ما شاء الله عليك. شكرا. يعني مش بس بتلعب كويس، لا ما شاء الله كمان وبتتكلم كويس يعني ومركز. طب قول لي يا ابو حميد يعني نفسك في ايه؟ عايز توصل ليه؟ يعني اكيد اللي بيلعب حاجه ليه هدف. نفسي العب بطوله عالم اولمبياد. طب اول بطوله عالم ليك تحت كام يا ابو حميد؟ يعني انت هتلعب يعني اول بطوله عالم ممكن تشارك فيها بعد سنه بطولة. بعد سنتين امتى؟ يعني تحت كام اول بطوله عالم؟ ممكن تحت 18. يعني لسه وانا قد احمد وعمر كده. يعني ما توصل زيهم. ما فيش قبل كده، ما فيش تحت 15 مثلا، ما فيش تحت 16 بطوله عالم، ما فيش. هي اول حاجه تحت 18 زيهم. ايوه. وحاسس انت ممكن تعمل هناك حاجه كويسه؟ ممكن. من وجهه نظرك يا ابو حميد بقى، طالما انت بتتكلم كويس ماشي، وانا عارف ان عمر يعني صديقي هيبقى يعني فاتح معايا جامد في الحوار. اهم حاجه في لعيب الغطس ايه؟ من وجهه نظرك انت يعني. جسمه. مش اي حد ينفع يلعب غطس، لازم يبقى جسمه. وانت ان شاء الله هتبقى حاجه كويسه باذن الله. ان شاء الله. طب عمر اجي لك، يعني اتقابلنا من سنه تقريبا صح، كنت معايا وكان ليك برضو امال وطموحات، وكنت راجع من بطوله عالم على ما اتذكر. دلوقتي ان شاء الله انت بتستعد للبطوله الثانيه، انت عايز تلعب في بطوله عالم. قول لي عملت ايه السنه دي وازاي تتاهل لبطوله عالم؟ السنه دي في بطوله الجمهوريه طلعت، يعني ربنا ما وفقنيش، طلعت الثاني على 10 متر. يعني ربنا ما وفقنيش طلعت الثاني، ما شاء الله برضو الثاني كويس جدا يعني، بس انت نفسك في الاول. تمام. وطلعت الرابع على المتر، وطلعت ما شاء الله. طلعت الاول على 3 متر ما شاء الله. واتاهلت لعبت عمومي، طلعت الثاني على 10 متر، وطلعت الثالث على 3 متر. نعم. طيب خلينا نروح كمان، اكيد مش بس ضيوفنا اللي في الاستوديو منورينا، اكيد معانا كابتن عمرو ممدوح مدير جهاز الغطس
في النادي الاهلي. اهلا بك يا كابتن عمرو. يا كابتن عمرو ازاي حضرتك؟ الله يخليك. الحقيقه مفتقدينك، كنا عايزينك النهارده معانا في الاستوديو، بس ان شاء الله تنورنا يوم تاني باذن الله يا كابتن عمرو. يا كابتن هيثم انا اللي كان حته ابقى موجود، بس معلش بقى الشباب يعني قايمين بالواجب اكيد. طب استاذنك كابتن عمرو، ممكن توطي التلفزيون وتسمعني من التليفون احسن؟ كده كويس؟ اه كده ممتاز جدا، لان بيحصل صدى صوت الحقيقه بيخليني مش سامعك كويس. قول لي يا كابتن، طبعا انجاز السنه دي اكيد حاجه انتوا فرحانين بيها، وانا حاسس الحقيقه من ضيوف اللي في استوديو قد ايه الفرحه وقد ايه الجهد اللي اتبذل السنه دي. تحب تقول ايه عن الدرع العام وفوزنا الدرع العام بالسنه الثانيه على التوالي؟ والله الحمد لله. في الاول انا بشكر كل الناس اللي معاك واللي دخلوا واللي لسه هيدخلوا. الناس دي رجاله وابطال. احنا الحمد لله السنه دي في اول بطوله جمهوريه تدخل النادي الاهلي. صحيح. كل الالعاب. صحيح. الحمد لله احنا 9 كؤوس كنا بننافس عليهم، خدنا 8. طيب ده جه نتيجه جهد وعمل يا كابتن، اكيد يعني اكيد انتوا كنتوا مخططين لده. يعني كلمني في يعني باختصار عن تخطيطكم، كان ازاي وكان ماشي ازاي وكنتوا راسمين لده ازاي على الاقل من 10 شهور فاتوا. بص يا كابتن هيثم، هو من اول ما مسكت الجهاز قعدت مع كابتن طارق جمعه وكابتن عمرو كاشف وكابتن محمد العسال وكل المدربين، وحطينا خطه ان ازاي نبدا من تحت من البراعم، ان احنا نبدا يبقى عندنا قاعده ناشئين قويه جدا، ان احنا بيها نوصل ان احنا في الدرجه الاولى ما نفقدش ولا مرحله. والحمد لله السنه اللي فاتت ابتدينا كؤوس البراعم ما خدناهاش، ولكن الحمد لله رب العالمين الموسم ده خدنا كل كؤوس البراعم الولاد والبنات لأصغر سن عندنا، خدنا الناشئين والناشئات، خدنا الرجال، خدنا الرجال والسيدات معا، خدنا كاس البطوله الحمد لله. فده معناه ان احنا بادئين من تحت خالص، علشان طبعا الهرم زي ما حضرتك عارف لازم يبتدي من تحت عشان نوصل ان احنا ناخد الكاس العام البطوله اللي هو القمه بتاعتنا يعتبر. طب بقول لي يا كابتن، انتوا اكيد بتخططوا يعني يبقى عندنا لاعبين ولاعبات على مستوى اولمبي، على مستوى بطولات عالم. يعني شايف ده يعني ان شاء الله ممكن نحققه، ولا محتاجين اللعيبه بتاعتنا تخرج بره للعالميه بشكل اكبر؟ الثلاث لعيبه اللي عندك دول مبدئيا يا كابتن هيثم دول يعني بمنتهى البساطه ممكن مع شويه تركيز في التمرين وشويه مجهود ازيد شويه واحتكاك دولي يبقوا بيمثلوا مصر في الاولمبياد. يعني انت معاك عمر ده من اللعيبه التالنتد جدا، احمد امين لعيب نادي اليوبلس احنا بنرحب بيه في النادي اول موسم ليه ما شاء الله، احمد سامح ده من الناشئين الواعدين جدا، الثلاثه دول من العناصر الواعده جدا، معاهم طبعا كل الولاد والبنات التانيين اللي معانا. اكيد يا كابتن، واكيد يعني بنشكركم على الجهد المبذول، ودايما انتوا عند حسن الظن بصراحه، العاب الماء كلها بامانه يعني دايما عند حسن الظن، ويعني اتمنى لكم مزيد من التوفيق يا كابتن. والله انا بشكر اللعيبه كلها وبشكر المدربين، بشكر اولياء الامور، وبشكر في الاول طبعا مجلس الاداره واداره النشاط الرياضي ان هي ما بتدخلش في جهد عننا، وقبل اللعيبه انا بشكر اولياء الامور على جهودهم معانا الصراحه وتفاهمهم وتوقيع اللعبه، وان الولاد بتلعب قدرات كبيره في التمرين يعني. كلام جميل كابتن عمرو، واتمنى لك كل التوفيق. كابتن عمرو ممدوح مدير جهاز الغطس بالنادي الاهلي، بشكرك شكرا جزيلا، كان معانا عبر الهاتف. اروح طبعا لعمر، يمكن كابتن عمرو دخل معانا. ثقه كبيره من الجهاز فيكم عمر، يعني انتوا حاسين المدربين حتى كلهم عندهم ثقه كبيره وحاسين انتوا ممكن تعملوا حاجه، ده بيساعدكم؟ هو بيساعدنا بس بيحط ضغط علينا ان احنا لازم نكون قد المسؤوليه اللي هم حاطينها علينا. برافو، يعني الكلمه دي عجبتني صح، مسؤوليه، لانه انت مش الثقه دي بتخليك ان انت عايز تبقى بحسن ظنهم صح؟ صح. طيب خليني اكلمك عن تطور ادائك. احنا من سنه كان لي وضع وكنا لسه خارجين من كورونا، ما كنتوش بتتمرنوا وكان التمرين قليل جدا في النادي بسبب اللوك داون اللي كان في كورونا. دلوقتي احنا بنتمرن تقريبا كل يوم، الدنيا مفتوحه، شايف في تطور في مستواك عمر؟ طبعا في تطور في مستوايا، ولسه هيبقى في تطور اكتر في المستقبل، والبروجرام اللي محطوط لنا كل سنه بيتحسن اكتر واكتر، وده اهم سبب في تحسننا. طب انت حلمك بطوله العالم، انت قلت اللي جايه ان شاء الله السنه الجايه، ان شاء الله التاهل ليها بيكون ازاي؟ من بطوله الجمهوريه. ايه بقى لازم تجيب رقم معين، لازم تجيب مجموعه يعني مجموعك بتختلف من كل سنه لسنه، يعني انت في سنين بياخدوا الاول بس من على كل بورد، في مين اللي بياخده؟ النادي الاتحاد ولا الاتحاد بياخد الاول على البطوله ويسافر، مفيش تصفيات جوه داخليه. فانت محتاج تجيب اول عشان تروح كل حاجه، ساعات اول وساعات ثاني.
ساعات اول وثاني وساعات اول بس. طيب وبطوله الانديه هتبقى فين؟ عندك فيها معلومات؟ عندك حاجه ولا لسه السكادجول ما نزلش؟ السكادجول بينزل اول السنه. صحيح الاجنده بتنزل اول السنه. طيب الاتحاد بياخد الاول بيسافر على طول ولا بيبقى في تصفيات افريقيه تصفيات في منطقه مثلا زون من الزونز ولا اول او ثاني على حسب بيسافر على طول بطوله العالم؟ ساعات بيبقى في تصفيات لما احنا بنكون مستوانا كلنا قريب من بعض قوي. لكن التصفيات الافريقيه دي بتبقى قبل الاولمبياد بس اللي هي يعني افريقيا انت هي البوابه الاولمبياد بس. صح. انما احنا في مصر تاخد اول تسافر على طول. ابرز الدول في افريقيا اللي في الغطس مين؟ جنوب افريقيا؟ احنا جنوب افريقيا. في ايه تاني غير الجزائر؟ لا جنوب افريقيا. في العاب المايه زيمبابوي في السباحه برضو كويسين ولا ايه؟ تسمع عن حد في زيمبابوي ولا هو جنوب افريقيا بس؟ جنوب افريقيا اكتر لان هم كمان بيبقوا اغلبهم يعني بيحملوا الجنسيه الانجليزيه وبيتمرنوا في انجلترا بشكل كبير. طيب اصعب بطوله لعبتها السنه دي؟ بطوله الجمهوريه. بطوله الجمهوريه ليه بقى؟ ليش معنى؟ عشان المستويات كانت كلها قريبه من بعض قوي وفي الدرع العام النوادي كانت قريبه بس احنا في الاخر فرقنا فرق كبير. صحيح عشان كل النقاط في الاخر كانت. طب احمد يعني انت كان اصعب ليك بطوله ايه السنه دي؟ هي البطوله دي بتاعت الجمهوريه كانت صعبه عشان انا كانوا كلهم اكبر مني. انا كنت يعتبر اصغر واحد بلعب. انا 2009 في اخر 2009. اوبا ده انت اللي تحت 15 بادئين من 2007 صح ولا 2008؟ 8 يعني انت كنت بتلعب مع 2008 وانت 2009 فانت كنت اصغر واحد. كان في اصغر منك؟ لا انا كنت اصغر واحد. برافو عليك. انت السنه الجايه بقى تبقى كبير. مفيش ميداليه هتروح يا باشا ان شاء الله. انت بقى يعني زي ما بيقولوا هتاخد الاخضر واليابس لان انت تبقى انت الصغير وخدت ميداليه فلما كبرت ما ترحمش حد ان شاء الله. صح كده؟ صح. طب برضو نفس الكلام يعني احمد اصعب بطوله ليك كانت الجمهوريه؟ هي بطوله الجمهوريه كانت صعبه جدا. ها المنافسه بالنسبه لكم قريبه يمكن اكتر اثنين انت وعمر اللي دايما بتنافسوا بعض صح؟ لا معانا ناس من الجزيره وعلي لسه هيطلع. علي معانا في الناس برضه. طب انت 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 جيت قادم من هليوبوليس صح؟ السنه اللي فاتت ولا السنه دي؟ لا لسه السنه دي. السنه دي اول سنه تلعب. مبسوط في النادي الاهلي؟ اولاد عمومنا يعني هليوبوليس الجزيره الاهلي كلنا حبايب يعني كلنا قريبين من بعض. كابتن يمكن خلينا نتكلم عن احمد امين تحديدا يمكن احنا لاعب او اثنين بس هم اللي جم السنه دي من خارج النادي الاهلي مع ما شاء الله كل العدد ده في كل المراحل اللي الحمد لله كلهم ولاد النادي. ظروف انتقالهم كانت ازاي؟ انضموا ازاي؟ يعني كلمنا على التفاصيل. هو احمد طبعا ابتدينا نسال ليه استغنى من النادي بتاعه نادي هليوبوليس وقدمناه للاتحاد وطلبنا من الاتحاد ان احنا نستعيره عندنا في النادي. بس هو احمد اللي كان الموسم ده كان قبله علي بسنتين برضو زي ما قلت لحضرتك الناس عايزه تيجي بالظبط عايزه تيجي دلوقتي بقينا بعد المكسب نادي جاذب في الغطس وطبعا بتبقى محتاجه سرعه في الاجراءات بدعم الكابتن عمرو ممدوح واداره النشاط الرياضي طبعا معانا وبرده المدير الفني برده بيبقى داعمنا برده كابتن طارق حبيب الكل ده مش عندكم بس في الغطس ده حبيب النادي كله. حضرتك قلت يعني مصطلح حبيب الكل فعلا يعني يعني في النادي وبره النادي يعني حاجه جميله هيكون معانا ان شاء الله يعني شخصيه فعلا بجد محبوب بشكل ربنا يحرسه يعني ويدي له الصحه شاطر ما شاء الله عليه شاطر دي يعني انا مش هقدر لا انا مش هقدر ابعد من احنا نقيمه ولكن احنا بنقول اللي بيتقال والانجاز اللي عمله من اربع سنوات عمل طفره الحقيقه في قطاع الغطس بشكل كبير منذ توليه المسؤوليه بامانه. طارق بصراحه شاطر متعاون طيب حازم جدا نشيط جدا ويعني بيتعب جامد جدا يعني اكثر شخص بشوفه بيتعب فعلا ومهما كان تعبان لازم يخلص الشغل. صحيح بشكرك يا كابتن ربنا يخليك. والله كلام جميل وبشكرك شكرا جزيلا كابتن محمد كمال اداري فريق الغطس شكرا جزيلا. شكرا بشكرك احمد امين طبعا لاعب نادي الاهلي في الغطس تحت 18 سنه نورتينا وشرفتينا. بشكر احمد سامح لاعب نادي الاهلي تحت 15 سنه والمتحدث الجيد شكرا نورتينا وشرفتينا. برضه نفس الكلام عمر المعتز بشكرك شكرا جزيلا متوفقين يا اولاد باذن الله في البطولات القادمه. اعزائي المشاهدين لسه مكملين في الغطس هنطلع لفاصل وبعد الفاصل اخر فقره هيكون معانا طبعا اكيد مزيد من اللاعبين والجهاز الفني ولكن بعد الفاصل.